وأنا بنفسي زرت إحدى الدول الإسلامية ورأيت العجب العجاب، والله وقفت عند ضريح من الصالحين فإذا عنده شخص يدعو، سمعت في أذني التي سألقى الله عز وجل يوم القيامة، والله سمعت يقول: يا حسين اغفر لي، يا حسين أعطيني، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. ما انت بتقول بنفسك، بيقول شكرا. اللهم استجب، ما هو انت بتكرر نفسك صحة اعتقاد الراجل انه بيدعي إذن ربنا. شيخنا يا